صباح الخير. صباح النور. الدواء هو شكر. تعال الشاي على النار. ما بشربوش الصبح. غريبة، ما تعودتش. طب اوعى من السجاير كمان. كل مرة هتهرب من حصة التشريح، مش قادر تشرح توضحها. أمال دخلت كلية الطب ليه؟ وهتبقى دكتور ازاي؟ جرب، الطب مهنة إنسانية. جرب جرب.
انا لسه جاي دلوقتي. منين؟ من بره. هي اللي مديهولك؟ هي مين؟ انا لسه هكمله. مقرر عليكم في الكليه؟ لا. شاعر ولا دكتور ولا موسيقي ولا ايه بالظبط؟ انا محتار. انا بتحب؟ انا هحول من كلية الطب. تحول؟ مش مستريح فيها. هي اللي قالت لك؟ هي مين؟ امال تحول من كلية الطب ليه؟ غصب عني. ليه؟ مجنون؟ مش قادر. جربت نفسي. ما اقدرش اقرب المشرط من اي كائن حي. ما اقدرش احرمه من حياته. ما اقدرش امسك اي حاجه تفكرني بالموت. موت؟ المشرط؟ الموت؟ ما اقدرش ينقذ حياه ماما لان عمرها انتهى. المشرط خانها. الحياه هي اللي خانتها. الحياه؟ ايوه، ودي طبيعتها. الخيانة؟ أيوة. ليه؟ سنة وانت طيب. أزهر. ايه؟ ما تعرفهاش؟ ده اسم إلهة الربيع في القصص القديمة. دي مش إلهة، دي شيطانة. شيطانة؟ اسمع، لازم تتعلم ازاي تمسك المشرط من غير ايدك، ما تترعش. ما تعودتش. تتعود. ما قدرتش. هتقدر. أناني يا صلاح. أناني؟
بتحبني يا صلاح؟ بقالنا 4 سنين مع بعض ولسه بتسألي؟ طب ليه مش عايز تتجوزني؟ تاني بكرة عيد الأم. طول عمري بتمنى يكون لي ابن. ابن؟ ما أنا زيك. أنت عندك ابن عزت أخوك وابنك. الظروف هي اللي خلتني كده. أبو مات وهو عنده سنة، أمه ما أنا قايل لي كل حاجة عنه. اسمي حسب الموسم.
اسمك حسب الموسم؟ كل موسم ولي اسم. طيب دلوقتي في موسم الربيع اسمك ايه؟ اسمي بيعت الفل. وفي الصيف بيعت الدرمس. وفي الخريف بيعت السجاير. وفي الشتاء بيعت اليانصيب. طب واسمك في البيت؟ تقصدي في الخاص؟ ايوه بدع. مش هنرجع مش اكتر من خوفي.
تعرفيني ازاي؟ مش عارفة. نتجوز يا نادية. نتجوز؟ ايوه. حكايتك دي تمام، عاملة زي حكاية آدم في الجنة مع شجرة التفاح. هي برضو السبب. حواء خفيف. أنا عاوز أعرف صلاح عرفها إزاي، قابلها إزاي، اتجوزها إزاي. في حاجة اسمها القدر، تسمع عنه؟ طب ليه اتجوزته وهي بتحبني؟ مش راجل وله محفظة؟ محفظة؟ لابد انها شافت محفظته في الاتوبيس. عنده عربية كمان. حلو ولا مظبوط؟ هو ايه؟ منديلها ده؟ ايوه. ودموعها فيه؟ مين قالك؟ الاربعة. اربعة مين؟ اللي خدوني مشافة وسابوني عض. ما تأمنش للستات. نادي غيرهم. غيرهم.
عليك ليه؟ وانت جايه لوحدك ليه؟ انا ماليش حد. وانا ماليش حد. أنا قايمة بقى للعسكري كروشت. ليه؟ يكروشك ليه؟ هو كده هات بقى تمن الترمس. خدي. بقول لك تمن الترمس. خدي. ليا. ايوه البسيه في الشتاء. وانت؟ انا مش عايزه. صحيح. صحيح. يعني ما ترجعش تقول لي هاتي؟ لا. طب اقرا الفتحه. اكره صلاح. هو اللي خد ناديه منك. هو اللي حرمك منها. لكن منين تجيب اخ تاني وانت وحيد؟ اكره نادية. المرأة شر من يوم ما اتخلقت. هي اللي خرجت آدم من الجنة. وهي اللي كادت ليوسف الصديق. لكن هي الأم برضو. أنا بعبدك يا نادية، بعبد فيك العالم. اكره نفسك، هي دي المجرم الحقيقي. هي دي المجرم الحقيقي. ازاي تفكر في مرات اخوك؟ ازاي تحبها؟ ازاي تحب الحرام؟ لكن ازاي يكون الحب حرام؟
بتفكر في ايه؟ انا عارفة هو بيفكر في ايه. في الامتحان؟ في الموسيقى. نادية بلاش تفكري بحكاية الموسيقى دي. ليه؟ في حد ما بيحبش الموسيقى؟ ايوه انا. ومرقص ما تعودش تتعود. لازم تتعلم ازاي تمسك المشرط من غير ايدك ما تترعش. ما تعودتش. تتعود. ما قدرتش. هتقدر. Thank you.
من زمان ما ناداتليش باسمي. نادية بتحبك يا عزت. اخرج يا نادية. اروح فين؟ طب اخرج انا. تروح فين؟ متكرهنيش يا عزت. بتحبني؟ ما اقدرش. تبقى بتكرهني؟ لا يا نادية. طب ريحني. اعمل ايه؟ قول لي انك بتحبني. تعالي نخرج. ما اقدرش. ليه؟ دي خيانة. لمين؟ لصلاح. واحنا؟ احنا تعال نخرج. نخرج؟ عاوز اقعد معاك اوحدك مرة واحدة. أوعدك. تروح فين؟ أي مكان. مرة واحدة بس. معاك.
الو مين يا صلاح؟ تفتكري مين؟ مش عارفة. جيت في وقتك، انت فين؟ تعال. وليه ربنا يحط الحب في قلوب الناس وبعدين يبقى في حب حلال وحب حرام؟ مش فاهم. ليه ما يكونش الحب كله حلال؟ لان لو الحب كله حلال الناس هتحب بعضها وهتحب الدنيا ومحدش هيرضى يموت. يا خبر، ده انا ينقطع عيشي. اسمع، اشرب شاي. لا، كلمني عن الموت. انت عشت الاول؟ مش عاوز اعيش. طب اشرب الشاي. لا، اعمل لك قهوه. كلمني عن الموت. تدفع كام؟ يعني انت اللي هتصلح الكون يا خي؟ طيب قولي، ليه كل ما افكر اتجوز خامس جوازة ربنا يوعدني بابن الحلال اللي ينشل المهر؟ مهر ايه؟ وليه المأمور اللي كنت بشتغل عنده خدام يكتب في وصيته ان انا بالذات اللي حرص له قبره؟ ليه يعملني نبطش على قبره بتلاتة جنيه في الشهر؟ ليه؟ فاكر نفسه لسه في المكتب؟ والله يا اخي ما انا عارف مين فينا الحي ومين فينا الميت. تعرف انت ايه؟ رايح فين؟ ده انا بصدقت لقيت واحد حي. عسكري بره. عسكري؟ ايوه. منزل عزت فهمي؟ ايوه. هو موجود؟ لا، انا اخوه. طب عاوزين سيادتك بالاسم. اسم؟ حصل ايه؟ اتفضل. عزت ماله؟ الظاهر حصل حاجة. حاجة ايه؟ مش عارف. طب هو فين؟ مش عارف. اجي معاك؟ لا. صلاح فهمي يا اخو عزت فهمي. اتفضل. هو موجود هنا؟ دي بطاقته؟ دي بطاقة الكلية.
في حاجة؟ لا أبدا، أصل مكتوب فيها كلية الآداب. هو مش طالب فيها؟ هو في كلية الطب، لكن الظاهر أنه حول منها. في حاجة كانت مضايقة؟ أقدر أعرف السؤال ده ليه؟ الموضوع كله مجرد شك. شك؟ احنا لقينا جاكيتته على كورنيش النيل. كورنيش؟ مجرد شك. تقصد انه الشر هو أساس الحياة فالموت أفضل. عزة انتحر. لا يا صلاح، عزة ما انتحرش. I
نفسي. ليه؟ مادام تعبان سيبه يا صلاح. كلمني يا عزت. الجاكيت هو سابها على الكورنيش والعسكري لقاها وبس. سيبينا لوحدنا يا ناديه.
تشرب سجاير؟ لا. خد جربها، خد. عجبك؟ قوي. جربتيه؟ وكنت حاسبه احمر. ليه؟ زي الموضة. لا، خليه ابيض. ما عرفتش اللي حصل. ايه؟ العسكري ده هو شاف البلطو في ايدي يوميها مسكني وكان عايز ياخده. ياخدوه؟ وعارف ان انت اللي مدهولي وقعد بقى يسألني. ايه؟ ادهولك ليه؟ اسأله. لا، اسألك انت عشان البسه في الشتا. ادهولك بكام؟ ببلاش. لا كده تقعدي معاه ليه؟ قومي يا بت، قومي يا بت من هنا، قومي. هي عملت ايه؟ وانت عايزها ليه؟ بتكلم معاها. تتكلم معاها في ايه؟ لسه صغيرة. Woo!
زمانه جاي. دي تاني مرة يعملها. أنا خلاص. ما تقلقش يا صلاح. أمال مين اللي يقلق؟ Thank you.
لحسن خاطري يا صلاح. انا هطرده. Thank you.
تتعود. ما قدرتش. Safe.